عبود عبود كان ايش احكي لك؟ تعال الزلمة هذا كان يحكي انه ما حدا له عليه فضل جاسوس بس طلع لك لا يا زلمه مشان رب والله هسه مكسر الاستوديو اقسم بالله بس طلع من الاستوديو طلع من الاستوديو ما حد يزعل هذا عبد القادر ايش حبيبي شو رايك بالحلقه يا عمي مين دخل الكلاب والله هاي شو رايك بالحلقه كانت رهيبه صدق بعد كبير والله ما توقعت هيك ابو عدوي انا رياكشناتك هي بتحلل الحلقه اعطيها ليك هيك هشوف كيف هاي اوريكم الاجواء عم تصير هون شوف أليس أنا ما عم بدأ أقطع تعليقات أنا داخد هاي والله هون كيكة وين راسي يا جماعة راح هيرفك طيب جزء من المخرج أنا بدي أبيض وأبو عادي قاعد بيأكل